ما بتنزل هيك، بتنزل بتطفيه في السرعه. عندك هون قديش ارتفاع كلام يفضل ضغط الجوي تبع المطار تقريبا نحن نزيله هون شي 10 امتار هون. هلا ال يعني هي التعليم هيدا تقريبا نحن هون. هيدا هون عندك سرعه الطياره. عندك هون بوصله، عندك هون قديش عم تطلع كم عدم بدها اياه. هون عندك قديش التورمينيت تبع المطار، هون عندك بوصله ثانيه هون. اذا انت عم تضغط هول انت عم تضغط كمان بيدلك على اتجاه المطار، هون بيدلك اذا عم تعلى او عم تلطى او يمين او شمال، كل شيء الصليب مضبوط هون، يعني انت رايح باتجاه المطار مضبوط اذا انت عم تضغط. بدك على الله. هاي التربيع الاحراش تبع النشعة هلا برجيك اياها هون عشان حمايتها من النار هيدي كلها هاي اهدن هون كلها هاي هذا صار حد الدينين هون هلا عنا البحر وعنا الثلج هودي هودي هوايتين ما جربناهم انا وياك الغطس الغطس هون قدام بشكه عندك عندك ايه ما رحنا على الغطس عندك هوايه الغطس ايه ولانه شتويه ما قدرنا انه ما قدرنا نصورها لانه احنا بالشتوية ما قدرنا ما عندي صور عندي صور من 35 صار كمان مقطع ايه برضه ما بدنا صور جديده بس عندي هوايه الغطس وبالثلج بالثلج بالثلج كمان قديمه ايه عندنا يعني بالثلج شو بتعمل؟ بالثلج شو بتعمل؟ سكيدو وراتراك راتراك شو هيدا؟ هيدي اصلا هيدي هذا جبل موسى هون هيدا عم يعملوه محمية هلا كثير حلوة هذا وادي النوبين تحتك كله شرب هاي شرب وشرب هاي كركه بدك بكركه يلا لك الله على الله ولك زوج من غط او لك
هاهاهاها